السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة الإنجليزية الامتحان التمهيدي 2024. في البداية كانت هي قطعة خارجية، القطعة الخارجية تتحدث عن واحد اسمه بابا روبسون، لايك فيش fishing very much، يعني حد الاصطياد الصيد الأسماك كثيرا. In the summer he went out fishing every evening، في الصيف هو عادة يخرج على مود يصطاد ليلا. And in the winter he fished on Saturdays and Sunday، وفي الشتاء يصطاد كل سبت وكل أحد. His wife Joan did not see him very much، لا تراه كثيرا زوجته جوان. Then one day last summer Paul said to her، يعني في أحد أواخر الصيف قال لها I am going to have 2 weeks holiday this year، أنا راح أخذ أسبوعين في هذه السنة. And we are going to go to Scotland and fish there، أنا مود أروح هناك لسكوتلندا وأصطاد. And what am I am going to do said John، قالت له أنا شنو راح أسوي. You are going to fish with me، إنه تعال اصطادي معي. Power answer. They went to Scotland and fished there for 2 weeks، راحوا لسكوتلندا وقضوا أسبوعين للصياد. Then they come out home and John talked to her neighbor، كلمت جارتها اللي هي اسمها Mrs. Andrews about her fishing trip، عن رحلة الصيد with her husband. I did everything wrong on the trip، تقول لها أنا أعتقد كل شيء كان خطأ في الرحلة. She said to her، قالت لها I talked loudly in the boat and the fish were afraid، أنا تحدثت بصوت عالي على القارب والسمك هرب. I put the wrong things on my hook، أنا أعتقد أنه أشياء خطأ في يعني الهوك في السنارة اللي يصطادون بها. I broke my line and very quickly and I catch a lot more fish than، سحبت الخيط واصطادت الكثير من الأسماك than Paul did، أكثر من ما اصطاد Paul. هذا بالنسبة للقطعة الخارجية. خلينا نشوف الأسئلة اللي عليها. السؤال الأول يقول What was Paul hobby؟ يعني شنو كانت صفة Paul؟ هي صفته كانت الصيد، فأكد الصيد يعني بس يعني اكتب فيشينج، اكتب فيشينج زين. استنى شويه نسمي جون زين. يقول where did her and his wife go last August؟ August هو شهر آب، وين راحوا في نهاية شهر آب؟ they went going، يقول they were going to Scotland، راحوا إلى اسكتلندا. زين النقطة الثالثة، نجعل النقطة الثالثة يقول What did they do for 2 weeks؟ ماذا فعلوا في الأسبوعين ذني؟ they do، الجواب يقول they do holiday يعني هم كانوا في عطلة and fishing ومارسوا الصيد fishing. نجي على الجملة اللي بعدها، Who did Joan talk to after that؟ ويا من تكلمت بعد ذلك، يقول talked to his neighbors، Joan talked to his، تكلمت إلى to his neighbors جيران. زين
ليس مت، المفروض نقول هير هير ناي زين. يقول وات ديد جوان دو رونج، شنو الخطأ اللي سوته؟ شي توكت لاودلي ان ذا بوت، شي توكت شي توكت loudly بصوت عالي in the pot في القاعدة. يقول السؤال الأخير يقول give a suitable title، يعني عنوان مناسب للقطعة. تقدر تقول fishing اللي هو الصيد، أو تقول اسم اسم صاحب القطعة اللي هو power person، أو تقول باور روبسون. صحيح أيضا باور روبسون. زين، هذا بالنسبة لحل السؤال الأول. نجي على السؤال الثاني، أيضا هو خاص بالقطعة. يقول باور اللي هو جاوب ترو أو فورس. باور لاف شوفن فيشينج، جواب ترو، وكان يحب الاصطياد. زين، he is going to have 2 weeks holiday. هم أخذوا أسبوعين عطلة. صحيح true. يقول he fished every day in winter. جواب false، وما كان بالشتاء يصطاد كل يوم. he fished every day in the summer. الجواب true، نعم كان يصطاد كل يوم هي في الصيف. they went to London and fished there. الجواب خطأ false، هم راحوا لسكوتلاند. وهي واز وذ هيز وايف موست اوف ذا تايم. الجواب فورس، لم تكن زوجته في اغلب الاوقات معه. زين، نجي على فرع سي اللي هو انسر ذا كومبليت 5 اوف ذا فولوينج كويستشن يوزنج انفورميشن فروم يور تكست بوك، اللي هو القطع اللي موجوده بالكتاب. اول شيء ذا بانتنر 3 دي هاز 4 ييرز وارنتي، الضمان مالتها 4 سنوات. How old is Lucy؟ قد كان عمر لوسي؟ لوسي 16 years old، عمرها 16 سنة. زين، يقول Tripoli is the capital of Libya. طرابلس هي عاصمة ليبيا. جواب درو، صحيح. What was Selma doing at the start of story؟ ماذا فعل سلمى في بداية القصة؟ هذه نقول she was playing with ball، كانت تلعب بالكرة. she was playing with ball. زين، السؤال اللي بعد النقطة الأخرى يقول the partner takes care of your pockets and plant. الجواب true، وهنا what did the button eat before culinary، قبل الصيد الصقور كانوا ياكلون البدو. الجواب days on days، على التمور days، و milk and bread and زين. نجي على نشوف السؤال الآخر. يقول القواعد grammar and phonetics does are required. she is boring more why polite. هنا يقول she is a bit، نقدر نجاوب نقول a bit، جواب a bit boring. yeah. بالنسبة إلى does where what he، شلون ترتبها رينج. أول شيء تجيب what، وراها نجيب الفعل المساعد does، does وراها he where، he where. زين، ونخلي علامة الاستفهام بالأخير. cars have GPS give reason use get lost. الجواب مالتها نقول cards have
have the GPS so that you can't get lost. You can't get يخلي lost في الأخير. زين نجي هنا or you are studying on my two apologize اعتذر داس على قدمي يعتذر قل I'm sorry فقط I'm sorry. هذا راح تاخذون الاعتذار. يقول سارة arrived very early نكتف تشوفوا الجملة في زمن الماضي فش نقول نقول سارة سارة didn't خلي didn't نفي الماضي ورجع الفعل إلى أصله ورجع نشيل منه الـ ed يصير arrived وهذا بـ e بالأخير تنقل arrived زين very early invite your friend to school graduation party would you like هاي دعوة صديق إلى أن تذهب إلى أن يجي وياك إلى حفلة المدرسة تقول له would you like to هنا قد تجاوب رأسا would you like to come لازم تجيب فعل to come أن تأتي تقدر تقول to come school فقط صحيح to come to school أو تقول له to come to my school graduation party نفس الشيء صحيح to my school graduation party. ايضا هاي الجملة صحيحة وتخلي علامة استفهام. هنا بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو الفراغات choose the correct choice. هنا الاختيار الاول راح يكون many animals are used to ask. هنا to ask. الاختيار الاول هو ask. الاختيار الثاني if you هاي حالات اذا الشرطية في الشرطية هنا مستقبل بسيط اذا يجي فعل مضارع بسيط فنختار eat لأن you أو about يجي وراها فعل ing فنختار going that's the man هنا يتكلم عن الرجل اللي هو ضمائر الوصل فضمائر الوصل عادة لازم نستخدم هنا بما أنه عن العاقل فنستخدم هو زين الجملة اللي بعدها يقول حيدر is فراغ نستخدم هنا a teacher فنختار الـ A وهنا عندي if doesn't يقول it doesn't dash information desk فنستخدم الفعل بما انه doesn't داخل وراح تاخذ half لان تأثر الفعل بما doesn't تختار قاس نجي على كم الحل الأسئلة الصفحة الثانية اللي هي راح تكون المعاني والتنقيط خلينا نشوف السؤال الأول match the word with the definitions بالتعاريف التالية أول تعريف is three or more people waiting in the line نختار queue اللي هو يعني الطابور الأشخاص اللي ينتظرون في السرة أكثر من ثلاثة أشخاص نسميه طابور أو سرة the fastest living thing أسرع الأشياء اللي موجودة في الطبيعة الطيور اللي هي فالجون اللي هو الصقر صح activities like running jumping and swimming فعاليات اللي هي مثل الركض والقفز والسباحه نسميها سبورتس رياضات وعندي هنا always having silly accident يعني حادث لامسي اختار وهنا عندي actuation questions and answer program يعني الإجابة على سؤال وإجابة في برنامج نسميه quiz show يعني quiz show quiz
شو زين. بالنسبة إلى الـ assessment of something اللي هي review اللي هي مقابلة. الريفيو نختار ريفيو. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو التوصيل، توصيل الافعال اللي between list A and B. عندي اول وحده repair، فراح اختار repair، راح اختار F يعني repair اصلاح السيارات، repair cars. وين يربح او يفوز بجائزه بميداليه اي. وهنا watch يشاهد التي في، بي يشاهد التلفاز، وكيك بول يركل الكره، سي وريد ستوري، ستوري يقرا قصه، اي وايرباج اللي هو الايرباج اللي الموجود بالسياره. زين نجي هنا كومبليت ذا سنسز وذ ذا وورد فروم فلو. هاي معاني كلمات. ات واز بورن ان داش سو ماي فيرست لانجويج از فرنش. هو ولد وين؟ اختار فرنسا، يعني هو ولد في فرنسا لذلك هو يتكلم اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية فرانس. بالنسبة للثانية the فراغ in some jobs are not high. بعض نختار wages يعني بعض الأجور في الوظائف هي ليست عالية أو ليست مرتفعة. wages. النقطة الثالثة a bat is not a bird. الخفاش هو ليس طائر لكنه يستطيع الطيران، فنختار fly. لا يستطيع الطيران. it dash at 8 o'clock الساعة نختار start، تبدأ start الساعة الثامنة، تبدأ الساعة الثامنة. عد هنا أنا when you get to the blue house turn left، عندما تصل هنا turn يعني ينعطف أو يستدير، فاحنا نقول له عندما خذ حتى تصل إلى البيت الأزرق ثم استدر يسار. the brother هنا نختار قدس، الأخ وضع الملح in my mother's instead of sugar في شاي الأم مقام بدلا من الشكر. هنا التنقيط، بالنسبة إلى التنقيط، التنقيط كان سهل، هو علي نكتب كابيتال لتر، علي اسم هذا علي كابيتال لتر، and أحمد أيضا أحمد كابيتال لتر، أحمد كابيتال لتر لأن الأسماء تنكتب كابيتال لتر. are from England هم من إنجلترا، انجلترا كابيتال لتر لان اسم دوله. ار فروم انجلاند، ونخلي بنهايه الجمله نخلي نقطه لانها تبدي افاعل. نجي على السؤال الاخر اللي هو الستوري تايم، القصه، وقت القصه. عندنا اول سؤال وير ماجد اند علي هابي وين حامد got the house. الجواب هل كانوا يعني سعيدين عندما ما حدث لحامد في البيت؟ الجواب yes 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 they were yes they were. نجي على الجملة الثانية يقول what was Kareem's dreams. شنو كان حلم كريم؟ كان حلم كريم انه يكون شاعر مشهور. to be ان يصبح to be a famous poet. famous poet. famous poet. نجي هنا who was the lucky boy in the story. the purple lesson for everyone. منو كان اللي هو كان احمد سلام. كان احمد سلام اللي هو بالقصة أحمد سلام. يقول why was كرم lucky after his accident. لماذا كان كرم يعني سعيد الحظ بعد الحادث أو سعيد بعد الحادث؟ السبب because يقول لأن because شنو صار. he had loving loving and supportive يعني حب العائلة وكانت العائلة داعمة له. supportive
واحد. عرفت الجو هنا؟ سوبر تيب فاميلي، يعني عائلة داعمة فاميلي. بالنسبة لل يقول كريم was the lucky customer number 30، جواب فورس، هو كان الرقم 50. يقول كرم helped his brother with، كان يساعد أخوه بيمن بال homework، بالواجبات البيتية. بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو الإملاء، cook books address، نضيف es لأن انتهي بالفعل بالحرف s، نضيف es بالجمع. النمبر تول تول ثن، هنا نضاعف الان لان قبل حرف عله واحد، نضاعف الان ونضيف اي ار. هابي ان هابي اولد، انت عندك هنا خيارين، يا اما تقول نيو عكس هابي، او تقول ايضا عندي يونج هي عكس اولد، يعني اثنين هن صحيحات. نجي هنا اراك اراكي، انديا هي ايضا انديان، انديان فقط تضيف ان، فقط تضيف ان. كلين كليند، ستوب ستوبت، هنا نضاعف قبلها حرف عله واحد ونضاعف حرف البي ونضيف اي دي. جو جوين كم، هنا انتهى الفعل بالحرف اي، عند اضافه الاي ان جي يحذف الاي ونضيف اي ان جي. نجي على السؤال الاخير اللي هو الانشاء. الانشاء الاول choose the right advertisement of for product، يعني اكتب اعلان عن المنتج، وهذا الاعلان عن المنتج، الاعلان هو راح يكون سمارت ووتش، عن الساعات الذكيه، ذا سلايمان ووتش از نيت لايت ويت ووتش برفكت فور رانينز اند اثليتس، ات از ايزي تو سيت اب اند يوز وذ اونلي وان بوتن تو تشينج ذا سكرين كونكشنز انكلود ستوب ماتش ستيب كاونتر هيرت ريت مونيتور اند از واتر ريزيستنت ات كمز ان 6 كولرز اند هاز باتري لايف اوف 6 اورز. هذا بالنسبه الى الانشاء الاول. بالنسبه للانشاء الثاني اللي هو كان عن الانشاء الثاني كان يتكلم عن عن برنامج تلفزيوني، رايت اباوت تي في بروجرام يوز ذا فلان فيرس ان يور بروجرام، يعني استخدم هذه الفقرات. الانشاء هو عن البرنامج، اعتقد موجود بالوحده الخامسه. الانشاء الاول موجود بالوحده الاولى، والانشاء الثاني جاي من الوحده الخامسه. I watched good a program last night. It was very interesting program about elephants and it also very funny. There were some elephants by a pool and they were very thirsty. There was a cameraman filming and a reporter talking to the camera. When one of the elephants blew water into the air, the cameraman and reporter got very wet. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.